نتيجة دائما صفر مقابل صفر. وقليلة هي المباريات اللي انتهت بالتعادل، أقول قليلة هي المباريات اللي انتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الطرفين. نذكر بأنه بعد عودة فريق أولمبيكا سافر القسم الوطني الأول موسم 2004-2005 لقاء الذهاب والإياب بين الطرفين انتهى صفر مقابل صفر. بقية المباريات بعد ذلك، بقية المباريات كلها شهدت تسجيل الأهداف. انتظار الأهداف، هذه محاولة لكم يكبر كالعادة أمام الكبار، يكبر كالعادة أمام الكبار ويقف أمامهم وقفة الرجل المغوار اسمه أولمبيك السفي ولقب القرش المصفي، ويتمكن من تشير هذا بأي طريقة. كرة ثابتة لما أقول لكم مؤشرات، الكرة الثابتة. طونيو مايارو، هو اللي استثمر في هذه اللحظات، طونيو مايارو هو اللي افتتح حصة التسجيل في هذا فريق أولمبيك السفي. يلعب عبد الحفيظ ليركي مقوسة والعصبقية والأفضلية لفائدة أولمبيك السفي. يتنفس الصعاد هذا المدرب محمد.